بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على اللئام، والله أكبر في كل زمان ومكان. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل. وهذا يحبه صاينة، يحبه يأخذ سلع مرخص إثمان ماتير بروميير، قالوا ولا موجود في الأسواق منذ أسواق العالمية، منذ هاول ميتولور أو كذا أو الأحجار الكريمة، يعني يأخذوا طرف منها الحاجة قليلة وربما مكسوجة ويلوحوا بها قدام السارين على حدود المجتمعات تحمهم خائن لهم في العموم. قالوا هاي انت كامش تعطيني 100 طن من كذا ذهب اسود ولا قمح ولا حاجة ولا غلال اللي مش في وقتها، في وقتها بالنسبة لك اللي مش يشتريه هاو ناديك. هو يعرف كم شاتي ومشيخ، هو نصيب الأسد منها، يستهان بالقيمة الحقيقية لك المواد الأولية الزراعية ولا غيرها، يستهان لأنه عنده ريستور، يعني عنده ما يرجع له اللي هو في غفلة من قومه. وهذا ولغ فيه أغلب الأحزاب حتى يكون مدينات الفلوس باش يشري الذمم. والله العظيم ما تدفعوه غمة ورا غمة ورا غمة إن لم ترجعوا إلى رب الأمة سبحانه وتعالى. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزل. أنا كريم جدا حين ينزل علي الغرباء، وراهم كيفاش كرمهم بقصر الحكم، كيفاش تلاو أهل المطابخ والضيافة وكذا، يعني وراهم اللي يحبوهما. هاو شنو السياسي مش قاعدين يعمل، لو كان لي روبا دو كذا اقتصاد عالمي، نيغوزيشن في مجالات النزاع ولا مجر، ولكن معروف عندهم اللي هذاك ما يمرش بدون استضافة في وتلة نجوم على عالية جدا عددها، وانه مجر وبرش الخدمة ذيك عاد في متع الجنس، متع الأكل والشرب، ومتع أغلى الثياب، ومتع أكل حجرات هذيك منذوبات، هذا يكون لك تأخذه تو، لكن باش تمرار عيشتكم كرب والعجم، يعني ربما مشكلكم يوم القيامة بعد ما يجيكم زلزال البعث والحشر والحساب، يقول لكم أذبتم طيباتكم حياة الدنيا، هاي خديت الكل بحمق، إيش مزه؟ ما مازال كانت تدفع الثمن جزاء كفرك بالنعم، ورب ما يظلم أحدا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، صدق الله العظيم.